يا ليلتان خص الإله عباده فيها بفضل واسع وأمان عن ألف شهر فضلها وأجورها عمت وفاض النور بالإيمان هي ليلة هي رحمة وهداية قد خصها الرحمن للأكوان فالوحي جاء نبينا متنزلا فيها بآي الذكر والقرآن جبريل يتلو آيه ومحمد يتلو كلام الواحد الرحمن هي ليلة هي رحمة وهداية قد خصها الرحمن للأكوان.